عنده شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفها رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنها بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي جودان هي جودان شو صار؟ عم تسمعني ولا شو؟ وقف العرس وقال لي رح أطلع. على فكرة أنا اللي رح أعمل هيك شيء. بس ما رح أقتلك، رح أقتل رفيقك. إذا ما بتقبلي تتزوجيني رفيقك بهاللحظة رح يموت. بعرف، وقف، خلص لا تعمل هيك. بعرف إذا بتريد. يلا عادي عادي، ما سمعتيني؟ وانتو اسكتوا، كلكم اسكتوا. نحن لازم نلاقي أي طريقة ونساعد جودان، لأنه إذا بارف بيعرف إنه جودان عم تساعد الكل رح يقتلنا كلنا وما رح يتردد أبداً. كيف بدنا نساعدها ونحن هيك؟ إيه أنزل، لكش متحملي رح لاقي حل. دوركا، دبوس دبوس، حاولي تعطيني دبوس. دوركا طيب رح حاول. دوركا قربي لقدام شوي. على مالك على مالك، انتبهي. بعرف بترجاك فيك، خلينا نروح. يلا بعرف اتركنا، ركنا بقى. Ah!
الأنبوب أحسن حل. مسك أكشات كمان، أنا لازم أنقذ حياته لأكشات. يلا وقفي تركني. وقفي عم قول. يلا أنا قلت وقفي. تعي لهون. أخذتي؟ هي أخذته. أخذته؟ خليني حط الورد على رقبتي. ما بدك، ما هيك؟ ماشي، يلا قولي الوعود، قوليهم، يلا. لا قدان. لكي اسمعيني، اسمعيني منيح. إذا ما بتقولي وعود الزواج خلال 15 ثانية بس، أنا رح أوصل لرفيقك قدام عيونك، فهمتي؟ اليوم، اليوم رح نحتفل بعرسنا أنا وياكي ونحزن على موتة زوج أختك الأستاذ أكشات جندال. أختك لا رح تقدر توقف العرس ولا رح تقدر تنقذ زوجها، فهمتي؟ يلا يا حكيم بلش يلا. خايفة كتير، شو لازم أعمل؟ لا تتحركي ولا تطلعي أي صوت، وقفي محلك.
إذا بدك تضلي خايفة وتتحركي رح تعضك. كوني هادية، الحية ما رح تأذيكي. شو لازم أعمل؟ معناها هلأ أكشات بأمان طول ما هو غايب عن وعيه. ما ضل معي وقت كتير. أنا لازم خلي الأفاعي تنتبه علي وتجي لعندي. لا تتخطى حدودك. مت. لا. إذا لسه بدك تتدخل بيني وبين ريفتي رح خلص عليك. بارف. هاي. جاي. جاي. يلا. 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 بارف. إيه. بارف. وقف. خلص بكفي. لازم يموت حدا اليوم. بعرف، بس اسمعني. أنجاد! انتي عملتي الشيء الصح، هذا الصح. انا كمان كنت رح اعمل نفس الشيء لو كنت محلك. لا تقلقي، تعالي معي. شوفي ولا شيء، انا منيحه. اذا بتريد بسرعه. تعالي. عن جد انت منيح؟ لا. ما بقي غير شغلتين صغار، خلينا نخلص منهم ومن بعدها بتقدري تبكي على رفيقك أنجاد لآخر يوم بحياتك. إيه؟ يلا يلا يلا, يلا.
أنجاد؟ أنجاد؟ الرصاصة صابته بإيده. إيه؟ الجرح مغمي. يلا رح فك عقلكم. أنجاد، أنت بخير؟ أنت تحديتني وعطيتني 10 دقايق مو؟ خد شوف، لسه باقي معي شوية وقت وقدرت أنقذ 3 أشخاص غاليين علي بحياتي. أنقذت حماتي وأنقذت كنتي وأنقذت زوجي، وهلأ رح أنقذ أختي من بين إيديك. ولأنك مثل الوحش ما رح أرحمك أبداً. صح كلامك، قدرت تنقذيهم، بس كيف رح تقدري تنقذي حالك؟ ها؟ لا بعرف، خلاص بكفي بقى. بعرف لحدا يقربها، عم قلكن إذا بتقربوا رح أوصها. ولا حتى بأحلامك. شوري حضرة المحقق، تفضل. أمي خذوه من هون. أمرا صدقني رح خليك تتعاقب أكبر عقوبة بقى. أنا بوعدك رح تموت جوات السجن. يلا روح. شوري دق لسيارة الإسعاف. ايه رح دق. أكشات، أنا قدرت أنقذ الكل، أنا بقدر أعمل كل شي مو؟ ايه قدام. ايه كل شي. جدان 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 حماتي جدان جدان شبه جدان 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 شو صار؟ جدان افتحي عيوني. جدان افتحي عيوني. جدان 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 شو صار لك؟ هيك كأنه عضت حية. اه
جدان أنقذت أهم 3 أشخاص بحياتها، بس إذا السم تبع الحية بضل بجسمها كم دقيقة تانيات لسه شو ممكن يصير؟ كنت مفكر إني خسرت عن جد هذا الحكي، بس شوف يا أستاذ جندال، مرتك جدان رح تخسر حياتها هلأ. ايش هذا اللي صار؟ شو يلا عمالكم رح تموت، رح تموت. جدان لا لا جدان، ما فيك تبعدي عني بهالطريقه جدان. حماتي جدان، لك ليش خاطرتي بحياتك كرمال حياتي؟ ليش انت ما قلتي لي؟ فتحي عيونك جدان. جدان جدان حماتي. جدان لا جدان، في ايه؟ ما لازم تستنوا لحتى ما ينتشر السم بجسمه، حدا يحكي مع الدكتور لو سمحتوا. أنا رح دق. لا لا لا، ما رح يصير له شيء لقدام، ما رح يصير له شيء لقدام. إذا بتريدوا ساعدوه لبنتي. ما رح خلي السم ينتشر بجسمه، بعده شوي لورا. سلامتك جدان. حماتي سلامتك بنتي. جدان فتحي عيونك بنتي. جدان حبيبتي. فتحي عيونك. تحملي حماتي، حماتي أكشعت بس. شوف لونها ما يصير أزرق، لا تسحب السم منا. وإنت كمان رح تموت ابني، بكفي. لا أكشعت، لا أكشات، لا تسحب السم منا. لا ماما، بعدي ما رح يصير لشي لقدام. أكشات جهزوا السيارة. لا قدام قدام قدام، فتح عيوني قدام. إذا بتريدي فتح عيوني، أنت منيحة قدام. فتح عيونك قدام حماتي، فتح عيونك قدام. دكتور دكتور جدان، إذا بتريدي فتح عيونك دكتور لو سمحت. حصة بسرعة. جايبين المريضة مزرقة، معقول؟ تأخرتوا كتير لحتى جبتوها لعندي لهون. انت شو عم تقصد بهالحكي دكتور؟ كيف بتقدر تقول انه تأخرنا بالجاية لهون بدون ما تعالجها؟ فحصها منيح يلا. أكشات اهدى. شو عم تحكي انت ماما؟ هدي حالك. اهدى يا ابني. آسف أستاذ جندال، أنا مو هيك كان قصدي. بعتذر إذا فهمتني غلط، وضع خطير، هيك قصدي. اطمن رح نعمل كل شي منقدر عليه. دكتور بترجاك إذا بتريد لو سمحت أعمل كل شي، مستعد أعطيك مصاري قد ما بدك. لا تاكل هم مصاريف العلاج، بس جدان ما لازم يصير له شيء ابدا دكتور. اذا بتريد لا تسمح انه يصير له شيء. استاذ جندال قوم وقف. شو عم تحكي انت؟ ولو هذا شغلي وواجبي، رح حاول كل جهدي كرمال انقذ جدان. دكتور، حياه مرتي جدان بين ايديك، اعمل اي شيء كرمال ترجع لي اياها لجدان. طمن رح أعمل كل جهدي. يا ابني نزلوه على غرفة العمليات فورا. Thank you.
تخاف، رح أعمل كل جهدي كرمال أرجع أجيب لك الصورة الوحيدة اللي بتملكها لأنترا. رح أعمل أي شي كرمال لاقيها ورجع لك ياها لعندك. تعرف شغلة؟ من عيونك مبين شو هو الإحساس يلي عايش هلأ جواتك. سيدي القاضي، هذا هو الدليل يلي بيثبت براءة أكشاط. خبرتك من قبل أني رح أجي بالوقت المناسب. أنا بعرف يا أكشاط، ما رح تسمح يصير لي شي، أنا عندي ثقة فيك. أكشاط أجي أجي ابني. أنا منيح، جبت الدواء. إيه شكراً يا أنزة. لازم تاخد هذا الدواء ولازم نعمل لك فحص، وإلا السم رح يأذيك أكثر. ما رح روح لمحل إذا جدان ما طابت. مدام أنا خايفة من أنه وضعه ممكن. ليش عم تحكي معه؟ احكي معي لإلي. أنا قلت لكم ما رح روح لمحل إذا جدان ما طابت وما طلعت من مرحلة الخطر. أنا بدي جدان تطيبه بس. هي خاطرت بحياتك رمال تنقذ لك حياتك انت يا ابني. لا تخلي التضحية تبعها تروح على الفاضي بلا طعمة. إذا ما بتدير بالك على حالك كيف رح تقدر تدير بالك عليها؟ إذا بتريد خد الدواء كرمال قدام. ما رح يصير لها شيء أبداً لقدام، ما رح يصير لها شيء. هي على طول بتعمل خير مع الكل، أنقذت العيلة من الوحش بارف وبدون ما تطلب مساعدة من حدا. ما رح يصير لها شيء مو منيح أبداً. قدام رح ترجع أكشات، قدام رح تصير منيحة. معك حق ماما، الشغلات المنيحة بتصير للعالم المنيحة، بس العالم يلي مو منيحة لازم يتعقبوا أشد عقاب. أكشات أكشات شو رح تعمل؟ أكشات ستي استني، أنا رح أروح ورا. لا دورقة، هاد هو الوقت يلي لازم تردي لها لحماتك كل خدماتها. تلاتتكن رح تبقوا هون وتعتنوا بحماتكن لحتى تطيب. أكشات ستي أنجاد أنجاد ابني، أنت منيح؟ أي ماما أنا منيح، هي الرصاصة خدشت إيدي بس. إذا بتريدي لا تخافي. كيف صارت جودان؟ قوليلي كيف ماما؟ إيه وأكشات ماني شايفه، وين هو؟ طلع بسرعة من المستشفى، كان معصب كتير. انت بتعرف انه هو عصبي ويمكن راح لعن بارف. لا نحن لازم نمنعه. يلا أستاذ جيندال اهدى. أستاذ جيندال واقف، شو عم تعمل؟ أستاذ جيندال واقف. أستاذ وقف، إذا بتريد ما بيصير تضربه. ما بيصير هيك. لو سمحت أستاذ ما بيصير. أنا بعرف يا أكشات، ما رح تسمح يصير لي شي، أنا عندي ثقة فيك. أنا بفتخر وبرفع راسي إنه إنسان مثل أكشاط بيكون زوجي. آه.
هدي حالك. ارتباطنا مع بعض بيشبه هذا الخيط أكشات، صح هو بيربطنا مع بعض، بس بالرغم من هيك نحن بعاد عن بعض. كنت مفكر اني عن جد خسرت، بس شوف استاذ جندال مرتك جودان رح تخسر حياتها. خلص استاذ طول، اذا بتريد بعرف بعده. ما استاذ جندال القانون ما فيك تطبه بايدك. اتركوني، اتركني، انتو ما بتعرفوا انه مرتي جودان بين الحياة والموت بسببه. لو سمحت اهدى. بدي اهدك بارف، بدي اهدك. تعال يلا، تعال تعال قتلني، يلا تعال ما حدا مانعك. لو شو ما عملت فيني جودان مرتك ما راح تعيش ابدا، لا اكيد راح تموت. بالاول بلشت قصة حبكم بسببي، بسببي، بسبب بارف، مو هيك؟ واليوم بس تخلص حياتها لجودان راح تنتهي قصة حبكم كمان بسببي انا. يلا تعال اقتلني، يلا اكشان جندال اقتلني. لا 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 بعد استاذ جندال، لا تعمل هيك، نزل سلاحك. لا لا استاذ جندال نزل. يلا 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 اقتلني، اوصني، يلا موتني. لا استاذ جندال اوعك تقتله، القانون هو اللي رح يعاقبه. اذا بتريد رجع لي المسدس. انا بعرف انك حابب تقوصني وتقتلني وتخلص علي مشان ترتاح. يلا قوصني، يلا خلي العالم كلياته يعرف انه انت وانا ما في فرق بيناتنا. مع انه انت كرمال جدان، بس كل الدنيا، كل الدنيا رح تعرف مين انت عن جد. فكر كمان بالشغلات اللي عملت لك ياهم بعائلتك، فكر فيهم لما حاولت تسممهم وقتلهم كلياتهم، لما عذبتها كتير كتير لمرتك حبيبة قلبك. وهلا هي راح تموت. فكر شو صاير فيها وقتلني، يلا قتلني. لا استاذ جندال، هذا اخر تنبيه لك، شيل المسدس من ايدك وسلمنا حالك، والا رح ننجبر نقوص عليك فورا. يلا. اكشات لا. لا اكشات لا، شو عم تعمل انت؟ لا تعمل هيك ابني، رح تورط حالك بجريمة بسببه، صدقني ما بيستاهل. هالقليلة فكر بجدان، إذا بتريد وقف كرمال جدان، لو كانت هون كانت رح تخليك تعمل هيك. لا ابني لا، أنا عم بعمل هيك كرمال جدان ماما. لا لك أنت ليش عم ترد على هاي الختيارة؟ يلا وصني، يلا بتحداك. جدان هلأ بين الحياة والموت بسبب عمايلك انت يا مجرم، ومع هيك جدان هي اللي أنقذت حياتك اليوم. بس اتذكر شغلة واحدة، إذا جدان بيصر لشي بسبب يلي عملته بدي فوت على السجن ورح أقتلك هنيك ورح خلص عليك. يلا خدوه. أنا بعتقد إنه هيك كتير منيح، ما بدنا أكتر، وهي جبنا أكل بكفي. خلاص أنتوا لازم تستحوا من حالكم،
حماتي بين الحياة والموت تحت هلا، وانتو انتو ما عم تفكروا غير بشو بدكم تاكلوا؟ شو صاروا؟ انتي بتعرفي انه الوحش اخوكي بارف كان مهددنا، وحماتي خطرت بحياتها لتنقذنا، ومع هيك انتو مهاممكم شي ابد. خلاص حاجتك حكي كله مسخرة. صايرة عم تحكي حكي بلا طعمة. بتعرفي لمين أخدين هالأكل؟ تفضلي رح ورجيكي. تفضلي امشي رح ورجيكي. يسلموا إيديكي. يسلموا بنتي. يعني غير الأدوية والرعاية الطبية، الإنسان بحاجة لعمل الخير كمان لاكشمي. أنا بعترف إني ما بحبها لقدان كتير، بس بغض النظر عن كرهي لألا، أنا مستحيل فكر أو حاول إني أقتلها أبداً. أنا بالنهاية إنسان. هلأ نحن عنا رأي مختلف بخصوص الصح أو الغلط، وأنا على طول رح أوقف عن المبادئ، وهي المرة قدان هي الصح. لهذا السبب ضروري إنه نعمل هيك لاكشمي. سامحيني كتير دوركا، لأني أنا فهمتك غلط، بس بتمنى من هالمساكين يتمنوا للسلامة لمرت عمي. نتمنى مريضتكم أن تتعافى. بتمنى أنه حماتي تتعافى. أنا رح انتبه. قدان كيفا؟ هن نقلوه على الغرفة تبعه. دكتور، دكتور طمني، كيف هلا قدان؟ نحن عملنا اللي علينا ونظفنا السم من جسمه، بس ما بخبي عليك وضعه لساته خطير. السم طول كتير جوات جسمه، وبسبب هالشي بعض أعضاء جسم المريضة وخصوصا الكلاوي بصراحة تأثروا كتير. رح نراقبها لمدة ساعتين أو ثلاثة، ما بقدر قلك أي شيء هلا. كيف وضع قدان؟ دكتور قلي كيف بنتي؟ إذا بتريد بتمنى تهدو وتنتظروا أن تفيق من الغيبوبة بهالكم ساعة. بالإذن. قدان أكيد رح تفيق. رح نضل نتمنى لها السلامة. عم بشكرك، ما عم بتقاتل معك، على القليلة رد على شكري بطريقة حلوة. خلينا نكون رفقات، يلا هات ايدك. قدان، قدان في خلصنا بقى. إذا بتريدي قومي يلا، كل العيلة خايفين عليكي عم يبكوا. يلا كرمالي في قدان، في ما رح أصيب عليكي إذا بتريدي، بس إذا ما بتردي علي هلا وبتفيقي بدي قدان كرمالي. انتي
بالعادة ما منعرف نخليكي تسكتي أبداً، بس هلأ أنا عم بترجاكي كرمالي تفيقي وتحكي معي شو ما بدك. عم قلك ارجعي لي إذا بتريدي قدام. أنا بعرف إنك بتحبي تعذبيني. قدام فيقي إذا بتريدي أحكي معي. آسف جدان، بوعدك إني ما عاد عيط عليكي، ما عاد رح بهدلك لو شو ما كان صاير، لو شو ما عملتي فيني كمان. صحيح، اسمعي، كنتي حابة تغيري لون غرفة النوم مو هيك؟ بتقدري تدهني كل حيطان بيتنا باللون يلي بيعجبك كمان، بتقدري تعملي يلي بدك ياه، تغيري الديكور وتكسري كل شي عنا بالبيت، بوعدك إني ما رح بهدلك لو شو ما سويتي. جدان فتحي عيونك وطلعي فيني مرة واحدة بس، عيطي علي، اعملي اللي بدك اياه، بس اذا بتريدي قومي احكي لي عن الشغلات الثلاثة، على طول بتقلي لي شغلتين وبتنسي الشغلة الثالثة. اذا بتريدي قومي واحكي معي، اذا بتريدي قدام بترجاكي قدام، اذا بتريدي قومي يلا قومي. شخصيتها غريبة كتير.